تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق المنشآت التموينية والأسواق في محافظة الإسكندرية للتأكد من انتظام سير العملية التموينية بالمحافظة. وخلال جولته أكد وزير التموين على ضرورة الاهتمام بعملية الفصل والإضافة على البطاقات التموينية طبقا للوائح والقوانين لوصول الدعم إلى مستحقيه. ودي واحدة من الجولات الميدانية اللي يعني احنا مكلفين بان احنا دايما هنكون متواجدين على الارض مع اهالينا في كل المحافظات. النهاردة تشرفت بزيارة احد المطاحن والجولة مستمرية فيها مخابز وفيها كل المرافق اللي بتقدمها وزارة التموين، وده واحد من الادوار اللي احنا لازم هنهتم بيها، والتأكد من استقرار الاسعار، تأكد من توافر السلع، ورجوعا لسؤال سيادتك بالتحول الرقمي ايضا دي واحده هتكون من اهتماماتنا في المطاحن ان احنا نزود السعه بتاعتها، وده باستخدام التكنولوجيا. التكليفات اللي اصدرها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعه المشترك للساده الوزراء والساده المحافظين كانت واضحه جدا، وده جزء من التكليف بتاعها هو المتابعه الميدانيه الدقيقه لاداء مؤشرات السوق. طبعا فخامه معالي السيد وزير التموين الدكتور شريف فاروق بنشكره على الزياره الميدانيه، هو دي زياره رقم 3 ليه من ساعه توليه مسؤوليه وزاره التموين، فجاي النهارده اختيار دقيق لجميع نقط المرور. انا بشكره على الاختيار الدقيق لكل مناحي مسار العمليه التموينيه اللي بتهم المواطن المصري. فطبعا احنا لما نمر على مطاحن، بنمر على مراكز توزيع، بنمر على مراكز بطاقات، من سيادته حاليا اجتماع في الغرفه التجاريه، كل الامور دي كلها هي الامور اللي بتشغل مسارات العمل اللي هي المتابعه الدقيقه الميدانيه لاداء مؤشرات التمويل، هو ده اللي مطلوب مننا. تفقد وزير الموارد المائيه والري هاني سويلم محطه 6 على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطه الدلتا الجديده وحاله الري بزمام ترعتي النصر والحمام. يأتي ذلك في إطار جولته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري. خلال الزيارة وجه سويلم بدراسة ربط منظومة الإسكادا لكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة معا، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بعد لمتابعة التصرفات والمناسيب. أكد أحمد كوجوكا وزير المالية أن مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، وأنها تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 29 من الشهر الجاري. أضاف كوجوكا أن في لقاء مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة 20 في البرازيل، أضاف أن مصر ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين لأجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، مشيرا إلى أن مصر تستهدف زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والعمل كذلك على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار. أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة إجراء التنسيق اللازم مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الأمنية للحد من السرقات لأجزاء الكباري والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية. في بيان للوزارة بشأن ما تم نشره وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر لجزء الرابط بين العوامة وكوبري سمنود على النيل ما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكوبري، حيث أوضحت الوزارة أن المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري قاموا بمعاينة وفحص حالة كوبري سمنود الملاحي على فرع دمياط والعوامة الخاصة به والتي تستخدم كدليل للإبحار وحماية ودعامات للكوبري، مضيفة أنه تم تكليف شركة متخصصة لعمل معاينة وفحص لحالة الكوبري بالكامل والبدء الفوري في إعادة تصنيع الأجزاء المفقودة لعمل الصيانة اللازمة والشاملة للكوبري. في غضون ذلك صرح مصدر أمني بأن وزارة الداخلية لم تتلقى أي إخطارات أو بلاغات من أي جهة أو مواطن بشأن تلك الواقعة،
وجاري الفحص. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رني المشاط لقاءات مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي ومسؤولي مؤسسات التمويل الدولية المشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في البرازيل. شهدت اللقاءات مناقشة لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. في أسواق البترول العالمية تراجعت العقود الآجلة للنفط لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين. انخفض سعر خام برنت بـ1.5% ليصل إلى $81.13 للبرميل الواحد. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.4% ليحقق ما قيمته $77.16 للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 2.36% لتصل وتحقق $2.43 للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 1.71% لتسجل $2.1 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية، أظهرت أن قيمة التجارة الدولية للصين من السلع والخدمات في يونيو الماضي ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي. وأظهرت البيانات تسجيل صادرات وواردات البلاد من السلع والخدمات $311 مليار و264 مليار على التوالي. ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن خدمات النقل كانت أكبر مساهم في تجارة الخدمات.